وفقاً لأرقام منظمة الصحة العالمية، مصر بسم الله ما شاء الله بتحتل المركز الأول في حوادث الطرق على مستوى العالم. المرتبة الأولى في حوادث الطرق بتتصدرها مصر. الحقيقة أنه أعداد قتلى ومصابي الطرق، حوادث السير، أرقام مهولة، أرقام ممكن نتكلم عنها في الكوارث الطبيعية، في المذابح الجماعية، ولا يمكن توصل للرقم السنوي اللي عندنا. منظمة الصحة بتقول أنه أكثر من 13,000 حالة وفاة بتحصل على الطرق، وأكثر من 60,000 شخص بيصابوا ما بين إصابات خفيفة وإصابات معيقة كمان على الطرق. وبحسبة صغيرة كده ممكن نحسب ونقول أنه نصيب كل 100 كيلو متر من أي طريق في مصر 131 قتيل. الأرقام المفزعة دي نقراها ونتضايق منها وننفعل ونحس أنه ما ينفعش، لا يليق لا ببلدنا ولا بمواطنينا ولا بالأدمية ولا بأي حاجة. نقراها كوم ونبقى جزء من التجربة كوم تاني. الحقيقة أنه ضيفتنا النهاردة للأسف عاشت تجربة فقدان شخص بسبب حادث الطريق، بس الحقيقة أن هي قررت أنه التجربة دي ما تبقاش مجرد دموع وأهات وتحسر ونداء على من ذهبوا، لا، قالت أنا عشان خاطر أخويا لازم أعمل حاجة ولو مساهمة صغيرة. يمكن حد تاني زيي، يمكن عشرات من الناس، مئات آلاف يساعدوني إن إحنا نحاول نوقف نزيف الدماء من على طرق مصر. أخطاء السائقين طبعاً مسبب رئيسي لحوادث الطرق عندنا، إنما لا يجب أن ننسى إنه حوالي 40% من الحوادث على الطرق بيسببها انعدام الإنارة وسوء حالة الطريق والأسفلت وقلة الإشارات المرورية وانعدام الرقابة وقلة الخدمات على الطريق. فجيعة أي أسرة إن ابنها أو عائلها أو أحبائها يموتوا على الطريق ما يعرفهاش إلا اللي جربها. السؤال، إزاي نطوع حزننا لشيء إيجابي؟ الممثلة ناهد السباعي لما فقدت أخوها فريد، حفيد الفنان فريد شوقي، في حادثة على طريق من طرق الموت، قررت تعبر عن حزنها لفقدانها أخوها على الطريق بشكل مختلف. فعملت مبادرة لا لطرق الموت.